لا الواقع يا كابتن اسلام، احنا بنتكلم اللي احنا شايفينه. ده اللي احنا شايفينه فعلا. التحكيم في مصر فين هو؟ فين هو؟ يعني انت في المقدمه قلت يعني حكم واحد في كاس العالم مساعد، حكم بيقول لك مجامله. لا كمان بيقول لك مجامله. انا عارف مجامله لمين؟ الله اعلم. في المعلومه قريتها لمين؟ بيقول لك مجامله لبكاري جسامه، لان واحد من المساعدين بيشتغلوا معاه. وده كفايه يعني. بس هو للامانه باختيار الفيفا يا ريته معد. الاثنين اللي كانوا معدين تم رفعهم، امين عمر مراضاه لحد تاني صاحب الكابتن عصام فتاح، وده على مسؤوليتي. أيوة نروح احنا الكل يا ما حدش يروح. الحاجه الثانيه طبعا محمود عاشور، لكن اللي ما يعرفوش الجمهور انه الفيفا يراقب بذات نفس سيادته هو في الدوريات مش في البطولات كمان الدوليه. طيب يعني معنى كده ان المباراه النهائيه دي يا استاذ محمود هيبقى في مراقبه شديده جدا من الاتحاد؟ طبعا ان شاء الله. ان شاء الله اكيد هيبقوا موجودين. شايف ان الاهلي يعني بيخوض معركه في مسارين، يعني مش ملعب بس. اداره الاهلي كانت واعيه جدا ان هي قدرت تقدم ملامح معينه تضع الاتحاد الافريقي في مواجهه. يعني ليه كانت المواجهه دي؟ هو اللي فرض على النادي الاهلي. تم فرض المواجهه على النادي الاهلي. هو اللي فرض المواجهه على النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيرد عليه بس بذكاء وفطنه، يعني بطلباته السته اللي حددها. يعني كنت اتمنى حتى الان الحقيقه كنت اتمنى هو مش هيردوا على حاجه. هو مش هيردوا على حاجه، بس يعني انت بتثبت موقف. يعني ما هو اهم حاجه ان انت ما يقعش عليك ظلم وانت سايب. هو قال لك ايه؟ لو الاهلي لقى مسانده من الاتحاد المصري ما كانش ده حصل. قول لي يا استاذ محمود اساتذه. انت تعرف لما المفاجاه بتاعت ايه؟ التاشيره بتاعت يوم 30 دي، تعالى خدها الصبح. لا يا ريت الصبح على اذنك. لا والله من الساعه 2 للساعه 4. طيب حلو. يعني فرق كام؟ ايوه والله يا جماعه. يعني تروح الماتش امتى؟ روح بقى على الكافيه. لا روح الكافيه، اقرب كافيه جنب. لا ما هو يعني مثلا اللي ساكن في زايد يروح التجمع يبقى طلع برضه بالتاشيره. طلع بالتاشيره يعني. طبعا يعني الحمل على النادي الاهلي وفرقه النادي الاهلي كبير، بس دي مسؤوليه مع يعني الفرقه قدام وموسوماني واللاعبين قدام الجماهير ان هم يحطوا ورا ظهرهم كل الكلام ده كله. ده صح. صح. يعني لازم يكون التركيز في الملعب هو ده اهم حاجه. ده اهم حاجه دلوقتي. الاداره ليها مسار والفرقه ليها مسار. عارفين ان ده. وخلي بال حضرتك ده كان اول حاجه طلبها كابتن محمود الخطيب خلال الفتره السابقه. اول حاجه اتقالت يا جماعه انتوا مالكوش دعوه. بالظبط كده. اي حاجه احنا مالكوش دعوه. خلينا احنا باعلامنا بشغلنا بطريقتنا باسلوبنا كاداره. انتوا خليكم مركزين في الملعب. في الملعب فقط. عشان كده عمل ايه؟ يعني هو فوق. انا فاكر البيان اللي اتعمل فيه ست سبع حاجات من ضمن الحاجات اللي اتقالت، هي كانت اخبار اكتر منها بيان، ان قالك ايه؟ قالك فوق احنا النادي الاهلي لن يترك حقه، تحت كابتن سمير عدلي وكابتن سعد حفيظ هيسافروا قبل الفرقه بيوم او يومين علشان يظبطوا الامور هناك. الحاجات المعتاده عادي جدا. يعني انت فاهم يعني معناها ايه؟ معناها ان انا لن اترك حقي ولكن انا ماشي بالزبط على الجانب السليم، مستهدف البطوله ان شاء الله. ده المهم اللي يكون عند اللاعبين والجمهور. يعني انا مش واقع جمهور كبير قوي يروح، بس الممكن اللي يعني تواجد قوي جدا ومساند وحاسس لعبتنا ان 100 مليون مصري معاهم. واي عدد على فكره هيؤدي الغرض. اي عدد من الجماهير يعني هيبقى صوته ان شاء الله. انا بس يعني اختار لهم مكان مميز ما يحطهمش في ايوه طبعا اللي انت عارفه.